تنبض روح الماضي بين أيد وسواعد شبابية سومرية تنقب في التاريخ وتعيد رسمه من جديد عبر منحوتات ومجسمات صغيرة تؤرشف لحقب مهمة في التاريخ البشري. أنشئ متحف الناصرية عام 1969 ليكون صرحاً حضارياً، وكان الطموح أن يكون رقعة جغرافية مضيئة تستقطب آلاف السواح من كل بقاع العالم، ولكن الأحداث التي مرت على البلاد وقفت حائلاً دون تحقيق ذلك حتى خفت بريقه في تسعينيات القرن الماضي. وبعد التغيير كانت هناك حركة دؤوبة لإعادة الحياة فيه من جديد حتى أعيد افتتاحه في العام 2015. حلم ظل يدور في خلد حراس الحضارة وسدنتها، كيف يمكن أن نطور عنصر الجذب السياحي ونقدم تذكارا للزائر يبقى معه وينثر عبق الحضارة الرافدينية الراسخة في القدم؟ كانت البدايات تقتصر على قوالب خاصة لزقورة أور لتتسع بعدها وتشمل كل الآثار. تم تأسيس ورشة في متحف الناصرية، هذه الورشة هي تصنع القوالب والنسخ التذكارية لرموز بلاد وادي الرافدين، ليست الرموز الخاصة بحضارة بلاد وادي الرافدين في ذقار، لا بل في بابل، في آشور، في كل محافظات بلادنا. هذه كنا مقتصرين على مجموعة من القوالب الخاصة من زقورة أور، بعدين صارت عندنا بوابة عشتار، الثور المجنع، الآن توسعت هذه القوالب أكثر من 25 قالب لدينا، ملوية سمراء، منارة الحدباء. حركة ماهرة بالأيدي المدربة التي تمنح حياة وروحا للمجسمات والنسخ التذكارية وتضع لها لمسات ماهرة لتكون نسخا مطابقة بشكل كبير للأصل. فمنذ إعادة النشاط لمتحف الناصرية الحضاري انضم 17 متطوعا ومتطوعة جلهم من ذوي الاختصاص في الآثار، فضلاً عن الفنانين والحرفيين للعمل في المتحف لإنتاج قطع أثرية بأحجام مناسبة. جبت لمتحف الناصرية كمتطوع في المتحف، نعمل في الورشة على صنع المجسمات، تقريباً نصنع في اليوم ما يقارب 30 مجسم مختلفة، كان منها الثور المجنة، زقورة أور، البوابة عشتار. احنا عندنا طريقتين للصناعة، الصناعة الأولى هي صناعات جبسية، هي من الجبس أو البورق مثل ما معروف، ويا بعض المواد يمر المرحلة الثانية اللي هي التلوين والأساس والتلميع. المرحلة الثانية عندنا جزء ثاني، احنا نصنع مادة البوليستر اللي هي يعني المعروف بالمرمر الصناعي، هاي تمر بعدة مراحل، يعني نضيف لها احنا مادة السبيداك ومواد كيميائية وراها يعني تتلون وتكون بهذا الشكل اللي شفتوه. لم يشهد متحف الناصرية حضوراً لافتاً لاستقطاب الزوار إلا قبل عامين، ويشكل عمل المجسمات والمنحوتات الصغيرة عامل جذب إضافي، إذ قدمت العديد منها كهدايا تذكارية للزوار، وبات يستقطب السياح للاطلاع على تاريخ حضارة وادي الرافدين. قبل سنة أنشأنا ورشة في متحف الناصرية الحضاري لصناعة النسخ المصغرة لزقورة أور. بالبداية احنا كان عندنا جزء واحد، يعني مجسم واحد زقورة أور فقط، هو يعني صنعة من الجبس ويا بعض المواد. بعد فترة 6 أشهر يعني انتقلنا لمرحلة ثانية، بدينا نضيف يعني مجسمات ثانية، ضفنا بوابة عشتار، أسد بابل، ثور المجنح، سيدة الحضر، الملوية. المرحلة الثالثة اللي هي بدأت تقريباً قبل أسبوعين انتقلنا إلى مادة البوليستر، وهي مادة يعني المعروفة بالمرمر الصناعي، بدأنا ننتج تقريباً أكثر من 15 مجسم. مجموعة طيبة من الشباب تطوعوا للعمل في المتحف لإعادة إحياء الحضارة من خلال الأعمال النحتية، وبأدوات بسيطة يمارس الشباب عملهم بحب وشغف ليظهر الوجه المشرق للعراق وعملهم المستمر بشكل يومي خالص لوجه الحضارة.
يبدي يوميا الدوام تقريبا الساعة 8 الصبح، ينتهي بالثنتين، هاي تكون كلها فترة عمل. بهاي اللحظة احنا او هاي المرحلة تقريبا نصنع باليوم الواحد اكثر من 30 قطعة. يعكس الاهتمام بحضارة العراق الرغبة في تشكيل عناصر الجذب السياحي ليس عند الشباب فقط، كذلك عند المواطنين الذين تبرعوا بالمواد الخام التي يصنع منها الشباب تلك المجسمات، وهنا تتكامل عملية الحب والعشق لإيصال صوت الحضارة العميق إلى كل العالم. قوالب عديدة جدا تعكس أهمية هذا البلد، أهمية حضارته، الوجه المشرق والجميل لهذه الرموز. طبعاً هذه إحدى الأدوات اللي تشجع على سياحة وزيارة متحف الناصرية. صناعة المجسمات والمنحوتات خطوة نحو تأسيس أعمال يدوية لا تقتصر على رموز الحضارة البابلية والسومرية والأكادية، بل امتدت لتشمل كل آثار التراث العربي والإسلامي. هنا ورشة مصغرة على عراق الحضارة وحضارة العراق. بادرة جميلة من متحف الناصرية تعطى للزائر واللي يشاهدها. حلمي أنا كمدير متحف الناصرية أن أضع في كل بيت عراقي نسخة تذكارية من هذه النسخ اللي نصنعها في ورشة متحف الناصرية. خلية نحل دائبة تنتج أكثر من 2000 قطعة أثرية قدمت هدايا تذكارية للزوار، والأمل لدى القائمين على المشروع كبير في إنتاج نسخة لكل بيت عراقي لرمز من رموز حضارته التي يعتز ويفتخر بها. لحد الآن صنعت هاي الورشة أكثر من 2000 نسخة، وزعناها كلها، توزع بالمجان طبعاً دون أي مقابل، يعني زوار المتحف توزع أو قامت نشاطات ثقافية قيمها المتحف. كل الأمور والمواد اللي إحنا نستحصل عليها هي من جهات تطوعية من أشخاص بسطاء. هدفنا هو إحنا نحيي تراثنا، نحيي ثقافتنا، نوصل هاي القطعة لكل بيت عراقي. جهود كبيرة تقدمها مجموعة شابة من المتطوعين، تكتب باللغة المسمارية على المجسمات بأياد محترفة، وهنا حيث خرج الحرف الأول وتعلمت الإنسانية الكتابة، يعاد إنتاج تراث الأجداد بحرفية عالية، وتتم صناعته بقوالب من الجبس أو المرمر، وتجد في العمل المهارة والإتقان في أدق التفاصيل. وياي هسه هاي الفترة، يعني أنا بالبداية كنت بوحدي، أما هسه عندي يعني 3 موظفين وياي بالورشة، واثنين من الأشخاص المتطوعين، واحد من عندهم مبدع بالكتابة المسمارية والألواح الطينية، والشخص الثاني يعني مهتم بأمور الورشة والصناعات الألمنيوم والنحاسية. خلال هذه الفترة نعمل على تأسيس مجسمات نقوم من خلالها عليها بالكتابة المسمارية. سنقوم بتطوير هذا المشروع لمعرفة الناس بالكتابة المسمارية وتطوير هذه المجسمات لإيصال الفكرة وإحياء التراث الثقافي. شريعة حمورابي تعانق شبعاد، وبقرب الزقورة يطير الثور المجنح فوق المنارة الحدباء. المنحوتات والمجسمات تغادر العراق كهدايا تذكارية إلى أكثر من 18 بلداً لتكون رسول محبة للعالم ولوحة إعلان كبيرة دائمة أن في العراق أصل الحضارة والوجود، وعلى هذه الأرض مركز الإنسانية جمعاء. وزعنا أكثر من 2000 نسخة من هذه القطع بهذه الفترة، وزعناها بشكل مجاني بالمجان، وصلت إلى أكثر من 18 دولة طبعاً أوروبية وغربية. هذه الدول بعض السفراء، بعض السواح الأجانب اللي إجونا. تقريباً احنا صنعنا 2000 نسخة لحد الآن، وصلت يعني لدول أوروبية ودول عربية.
هي خطوة تحتاج إلى مساندة جادة نهض بها متطوعون شباب يحدوهم الحرص على تراث حضارة بلادهم.